أو ارتباطات مؤمن عبد المؤمن خليفة بالحكم. هذه كل التساؤلات تجعلنا أن نستخلص العبرة بأن هذه القضية لم تسفر عن كل الأسرار، ولم تسفر عن كل ما وراء هذه القضية، لأن مع الأسف الشديد أن العدالة لم تكن على مستوى تطلبات هذه القضية من حيث كشف كل ما وراء هذه القضية. وفيه يعني ما يقال بأن فيه الحوت الصغير جاء في هذه القضية، أما سمك القرش الحوت الكبير يسمى بالحوت الكبير تم ربما تغطية مسؤوليته. إذن هناك قضية خليفة بنك، يعني قضية مطروحة. نعم، القضية هذه هي قضية خليفة بنك. أنا ذاك أنا كنت على كل حال كنت رفعت في حق تصفية الخليفة بنك في تصفية يعني، وكنا قلنا أنذاك، وكان حتى المصفي قالها ونيابة العامة هو جزء من قضية الخليفة. نعم. سو كون افي ابلي على ليبوك لافير دو لا كيس سنترال، دو لا كيس سنترال، لأن كاين ملفات أخرين في القضية طبعا يعني ما تشملش. نعم. ما تشملش كل ملف الخليفة بنك الكلي للخليفة بنك، ما تشملش يعني الملف الكلي للخليفة بنك. حقيقة قلت باللي هي ولو هو جزء من قضية الخليفة بأكملها، هي ضخمة من حجم كما قال لك عدد المتهمين، عدد ونوعية يعني أول مرة يعني في العدالة الجزائرية شفنا وزراء جاو ولو استدعوا كشهود على كل حال، ولكن تمثلوا امام المحكمه. نعم. طرحت عليهم اسئله حتى يعني دي كيستيون كي بوفي ديرانجي كون ديرانجي دي 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 مينيستر على ليبوك ان اكزيرسيس لي ديرانجي لورون ايتي بوزي سيتي اون بروميير سيتي اون بروميير اي اون افي دي على ليبوك كو سني با سوفيزون كو اي فالي كو لا جوستيس بور كو سوا جوست كو سوا ايغال فو كالي بلو لوين دون سي انفستيغاسيون. نعم. على كل حال سي فري يعني أنا pour l'époque pour le dossier à l'époque on peut dire c'était une première et c'était une avancée. Pourquoi? Parce que la loi قانون il est ce qu'il est mais toujours il existe. نعم. Que nous les ministres peuvent ne pas déférer ne pas être déférés devant un tribunal mais, ne serait-ce qu'à titre de témoin. نعم. C'est le, ils répondent il, le témoignage se fait par écrit. ولكن لأول مرة وزراء أول مرة يعني الدولة الجزائرية يعني ils ont répondu ils ont répondu et ils ont déféré. نعم. sont présentés tour à tour par devant le tribunal criminel. نعم. Là, qui avait mené à l'époque la collégial le procès avait été mené de façon extraordinaire par la présidente de l'époque. Mm. C'est très même son nom madame Brahimi. نعم. Un dossier aussi important volumineux où important. Il y avait نعم. des techniques parce que c'est pour la première fois également où on avait affaire à des techniques bancaires très pointues. Voilà parce que la khatar kanou talaoubat. Vous avez suivi, vous avez couvert le dossier à l'époque. Dans les écritures, au niveau de la banque, au niveau des... Au niveau de la caisse, au niveau des différentes agences. Voilà, absolument, absolument. Donc voilà, c'est en ce sens que ce dossier est important. Bon, je suis d'accord avec maître Bourayou sur certains aspects quand il dit que ce n'est pas suffisant. Mais il faut aller vers plus important. Il y a un bari, il y a عن حد المحاكم. هذا هو سؤالي يا أستاذ بوريو، ما هي الأسباب يعني بولكو علاش اليوم وصلنا، ما هي الأسباب أو العوامل اللي خلت اليوم يكون تكون فضيحة اللي تسمى بفضيحة خليفة بنك؟ أولا قبل ما نرجع إلى الأسباب، معالجة القضية من قبل التحقيق كانت معالجة جزئية، وأن المحاكمة كانت ربما فيها إشهار كبير للمحاكمة، فيه وزراء، فيه مسؤولين كبار. نعم. ولكن هل التحقيق قام بواجبه؟ هل التحقيق راح في عمق الوقائع؟ ونرى بأن فيه تغربيل. واش حاب يقول بالتغربيل يعني واش حاب يقول تغربيل بان فيه كاين ناس يعني ايزونتي ايفاكويي ايفيتي في القضيه مثلا. نعم، فيه
المسؤولين كان من المفروض أن يتعمق التحقيق معهم. نعطيك مثال، إذا أخذنا مسؤولية البنك ومراقبة البنك لتسيير بنك الخليفة، مسؤولية بنك الجزائر فيه مسؤوليات، على مستوى هياكل الرقابة فيه مسؤوليات، على مستوى ذات التقرير الذي تم إخفاؤه أو ضاع فيه مسؤوليات. لماذا أنا أقول لماذا في كل مرة العدالة تمر يعني بجانب الموضوع؟ هذا فيما يخص ربما التحقيق حدد وطوق الأمور باش ما توصلش إلى حد ربما ما نقدروش نعالجوه. هذا ربما يخليكم يخليني باش نطرح سؤال، يعني هناك عوامل أو أسباب كبريسيبيتي ان بو وسكوندال تاع الخليفه، بما ان هذه الاسباب انه ربما البنك الجزائري ما لعبش الدور تاعو كمراقب، كهيئه تشرف على مراقبه البنوك، البنوك ما هي تكون بنوك عموميه او بنوك خاصه. استاذ مزيان، على كل حال شوف البنك الجزائري هذاك ضمن كانت درت يعني الاجراءات، درت الاجراءات على في بري سيرتان ميزور au niveau de la commission bancaire, et on avait même désigné un censeur, etc. Et un rapport a été fait. Mais seulement la Banque d'Algérie, la Banque d'Algérie à l'époque, elle a transmis le dossier à qui de droit ? C'était au ministère des Finances, tel qu'il avait été décrit à l'époque, la procédure. Vous arrêtez le Mali, parce que à l'époque, d'ailleurs, c'est par la suite que le texte, avec sur les fameux transferts, etc., a été révisé. Pourquoi ? Parce qu'on donnait compétence au ministère des Finances, au ministre des Finances, d'entamer les poursuites. Tadakkaru, non, la Banque d'Algérie. Mouhakama, wazir, القطاع السيادي وصل أمام المحكمة وقال جيني با إيتي فيجيلا. هذا وزير وزير وقال جيني با إيتي فيجيلا. إذا ما ذكرت هذا هو العبارة. ولكن المتهمين الذين أدينوا وعوقبوا كانوا أيضا يستفادوا بهذا الظرف. نون با إيتي وسي فيجيلا. ونرى بأن فيه وزنين، وأنا أقول القسم المشترك لكل القضايا التي اليوم تميز صورة الجزائر سواء داخليا وخارجيا، القسم المشترك هو كيف تتم معالجة هذه القضايا من قبل العدالة الجزائرية. وهنا تطرح الإشكالية العامة، هل حان الوقت في التفكير في إعادة النظر في كيفية تنظيم العدالة الجزائرية وتسييرها لتكون مستقلة؟ هذا يعني سيتان شابيتر، يعني جانب واحد اخر من 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 القضية ومن ناحية العدالة. ولكن استاذ مزيان، هل يمكن الحديث اليوم مثلا عن تسهيلات او تواطؤ مسؤولين في الدولة ساهموا بطريقة